اوكي الوغ نشوفو واحد المثال ثالث. الوغ في انجلترا دونك ان انجلتير يوجد تقليد عريق انه بعد التخرج من القراية من الدراسة يأخذ كل تلميذ سنة كاملة للسفر واكتشاف بلدان أخرى. هذا تقليد كاين في لانجلتير كسميو اون اني ساباتيك. الوغ أعجبت تلميذة مغربية بهذه الفكرة وقررت أن تكتشف أربع بلدان خلال سنة واحدة بعد تخرجها. يعني بلد في كل 3 أشهر. وضعت التلميذة لائحة أو لا دابا مخصناش نبقاو نسميوها تلميذة لأنها التلميذة المتخرجة أنها تخرجات سالات قريتها دوزات الباك مشات ليكول خرجات منها انجينيور ولا ميدسان ولا 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 المتخرجة لائحة بالبلدان التي تريد زيارتها، فوجدت كاين فرنسا أمريكا اليابان إندونيسيا إنجلترا إيطاليا المكسيك أستراليا دبي السويد ثم تركيا. دونك عندها لائحة، لائحة اللي عجبها هما هادو، بغات هادو كلهم عاجبين. ألوغ السؤال ديالنا، ما هو عدد إمكانيات اختيار هذه التلميذة؟
الوغ نحاولوا نجاوبوا عليه. عدد البلدان عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 وهي تقدر تكتشف اربعه البلدان فقط. انا غادي نقول اولا انه لا يوجد تكرار لان كل ثلاثة أشهر ستكون في بلد مختلف. إذن في هذه الحالة عدد الاختيارات هو عدد الترتيبات من أربع عناصر. يعني مثلا غادي دير أمريكا فرنسا إيطاليا تركيا أو لا دبي اليابان السويد أو المكسيك. يعني عدد الاختيارات وعدد الترتيبات من أربعة عناصر من مجموعة رئيسيها N يساوي 11. إذن العدد ديال الحالات هو العدد 4 من 11 اللي هي 11 في 10 في 9 في 8 ونقدروا نحسبوها. الوغ هنا واحد بعض الملاحظات بالنسبه للترتيبات. شفنا دابا الترتيبات بتكرار والترتيبات بدون تكرار. الوغ بالنسبه للترتيبات عدد العناصر مختلفة عن المجموعة يعني كانت عندنا 45 تلميذ مع 50 مقعد، كانت عندنا يريد 5 ملابس، لا يريد، لا يستطيع شراء 5 ملابس معها يريد 15 لباسا. يمكنها زيارة 4 بلدان وتريد أو لا يعجبها حداش البلد. إذن العناصر مختلفة هنا ماشي بحال تبديلة. تبديلة كانوا عندنا 10 الأشخاص 10 المقاعد 20 سيارة 20 موقف ديال السيارات. هذه الفكرة الأولى. ثم الفكرة الثانية أن العناصر عندها جوج الحالات، يمكن ترتيبات فرقنا بين بتكرار وفرقنا بدون تكرار. بتكرار أعطينا المثال ديال الحروف، أعطينا المثال ديال المصابيح أو لا الأرقام، هادو نقدروا نخدموا على التكرار فيهم. بدون تكرار لقينا
التلاميذ في الحافلة الملابس بدون تكرار أو لا البلدان تمام بدون تكرار